من الرباط أستاذ العلاقات الدولية الدكتور تاج الدين الحسيني. دكتور تاج الدين أهلا وسهلا بك. هذا الاعتراف الفرنسي يعني إنجاز اعتباره أو إنجاز فهمه بهذه الطريقة أنه اعتراف بمغربية الصحراء يأتي الآن في أي سياق برأيك وما مدلولاته؟ هو هذا الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء كان منتظرا منذ زمن طويل، لأن فرنسا كانت تستعمر المنطقة الشمالية من المغرب، وفرنسا المغرب الأوسط الشمالي كذلك، فرنسا لها كل الوثائق التي تثبت مغربية الصحراء سواء على الصعيد التاريخي أو على الصعيد القانوني في إطار البيعة التي هي المظهر القانوني للسيادة المغربية. وبالتالي ربما تأخر شيئا ما هذا الاعتراف، لأن دول أخرى سبقت فرنسا، ولكن ربما الرئيس الفرنسي كذلك ترك هذا الاعتراف إلى الذكرى الفضية لتربع العاهل المغربي على العرش، وبالتالي ربما كانت أحسن هدية تقدمها فرنسا للمغرب في مثل هذه المناسبة. بالتأكيد الموقف الفرنسي جاء صريحا وواضحا ورسميا، فنحن نعلم في ضوابط الاعتراف القانون الدولي أن أعلى سلطة يمكنها أن تصدر مثل هذا الاعتراف هي رئيس الدولة، ورئيس الجمهورية الفرنسي متوفر على كل الصلاحيات الدستورية لاتخاذ مثل هذا القرار، ولذلك كان حازما في موقفه واعتبر أن إدارة هذه القضية سواء في الحاضر أو في المستقبل ستتم في إطار الاندراج في إطار السيادة المغربية على الصحراء. وأكثر من ذلك ربما الموقف الفرنسي جاء متجاوزا حتى الموقف الإسباني الذي كان قد اعتبر في حينه أن مقترح حكم الذاتي هو الأكثر أهمية والأكثر إمكانية لتسوية النزاع. الموقف الفرنسي اليوم جاء ليقول إنه الحل الوحيد للنزاع القائم حول الصحراء، وبالتالي فرنسا سوف تأخذ بعين الاعتبار هذا الوضع سواء وطنيا أو دوليا. وإذا فهمنا هذه العبارة بوضوح فوطنيا تعني أنه منذ الآن ستصبح كل خرائط المملكة المغربية في فرنسا هي الخريطة الكاملة والرسمية للمغرب، كذلك المؤسسات الفرنسية ستتعامل مع المغرب انطلاقا من هذا الاعتراف. وعلى الصعيد الدولي الجميع يعلم أن فرنسا هي دولة دائمة العضوية داخل مجلس الأمن، تتوفر على حق الفيتو، وهي عضو مهم في مجموعة أصدقاء الصحراء التي تقوم بصياغة قرارات أو مشاريع قرارات مجلس الأمن. وبالتالي عندما يقول الرئيس الفرنسي إنها ستأخذ بذلك وطنيا ودوليا، فهذا يعني أن فرنسا ستكون من المدافعين الأساسيين على تطبيق الحكم الذاتي باعتباره الوسيلة الوحيدة لتسوية هذا النزاع بحل سياسي متفاوض عليه ومقبول من طرف الجميع. طيب ابقى معي دكتور تاج الدين، يعني نستعرض في إطار خطاب الملك محمد السادس العاهل المغربي دعا إلى ضرورة إنجاز المشاريع المرتبطة بالماء من دون تأخير، خصوصا تلك المرتبطة بتوفير الماء الشرب والتي لا تحتمل أي تهاون أو سوء تدبير، ذلك بالتزامن مع توالي 6 سنوات من الجفاف أثر على المياه الباطنية وجعل الوضعية أكثر تعقيدا بحسب العاهل المغربي. وهنا نؤكد من جديد أنه لا مجال لأي تهاون أو تأخير أو سوء تدبير في قضية مصيرية كالماء. شعبي العزيز، أمام الجهود المبذولة لتوفير الماء للجميع علينا أن نصارح أنفسنا بخصوص أقنعة وترشيد استعمال الماء، لأنه لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايين لتعبئة الموارد المائية وفي المقابل تتواصل مظاهر تدبيرها وسوء استعمالها. فالحفاظ على الماء مسؤولية وطنية تهم جميع المؤسسات والفعاليات، وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين. إننا ندعو السلطات المختصة للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي وتفعيل شرطة الماء. كما أصدر العاهل المغربي عفوا ملكيا شامل صحفيين معتقلين ومدونين تزامنا مع الاحتفاء بالذكرى 25 لعيد العرش. وأفاد بيان أصدرته وزارة العدل أن العفو شامل أيضا مجموعة من المحكومين في قضايا الإرهاب، ذلك بعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف.
أعود إلى ضيفي دكتور تاج الدين الحسيني من الرباط. دكتور تاج الدين، هناك إشارة مهمة وخطيرة أشار إليها الملك محمد السادس في خطابه، وهي الجفاف الذي يتعرض له المغرب، وهو مرتبط بإجراءات يعني المملكة ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة. ما طبيعة الموقف الآن بالنسبة لهذه القضية، وهل من الممكن أن يكون بالفعل هناك حلول سريعة لها؟ هي كما تعلمون قضية الجفاف وندرة المياه أصبحت ظاهرة عالمية وشمولية، خاصة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. بالنسبة للمغرب، ربما وقع نوع من التأخير في القيام بخطوات أكثر أهمية وذات طبيعة استراتيجية، لكن أعتقد أن العاهل المغربي اليوم يركز على ثلاثة عناصر مهمة. العنصر الأول، البحث عن موارد جديدة للمياه، والطريقة المثلى هي بناء مزيد من السدود، ثم الربط بين الأحواض المائية التي تضيع مياهها أحيانا فقط في البحر. هناك أكثر من مليار متر مكعب من المياه التي تضيع بهذه الطريقة، وبالتالي الربط بين الأحواض كما وقع بين مثلا في إطار سبو وسيدي محمد عبد الله، ودعم كل من المياه في الدار البيضاء والرباط كانت بالأهمية بمكان. لكن الوسيلة الثانية وهي تحلية مياه البحر. اليوم المغرب سيصبح منذ الآن ورشا كبيرا لمعامل تحلية مياه البحر، والعاهل المغربي لم يقف عند عملية التحلية في إطار بناء المعامل، ولكن اتجه بعيدا في شكل استراتيجية شمولية لبناء معامل كبرى من أجل دعم هذه العملية، ودعمها عن طريق ما يسمى بالطاقة النظيفة لتمكينها بسعر أقل تكلفة وأحسن فاعلية. ولكن أكثر من ذلك، وهذا هو العنصر الثالث، يرتبط بالوعي الحقيقي بندرة الماء، وأن هذا الوعي لا ينبغي أن يقتصر على المؤسسات الحكومية والخاصة، بل ينبغي أن يقوم به المواطن شخصيا في رعاية هذا الجانب، لأنه الماء هو الله تعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبالتالي هذه الندرة التي نعيشها ويعيشها العالم، يعني مواجهتها بأحسن الوسائل هي التي تحقق الاستمرار في وجود المياه، ليس فقط للشرب ولكن كذلك حتى بالنسبة للزراعة، لأن المغرب بلد فلاحي بالأساس. مسألة أخرى مهمة باختصار، وهي مسألة العفو الرئاسي الذي صدر وأعلن عنه الملك عن مجموعة من الصحفيين والمدونين. في أي سياق يأتي هذا، وهل يؤطر لمرحلة جديدة ربما من التعاطي مع الصحفيين أو العلاقة بين السلطة والصحافة؟ بالتأكيد المغرب يسير في توجه انفتاحي لا مثيل له. كما نعلم، المغرب سبق أن انتخب في إطار المجلس الدولي لحقوق الإنسان كرئيس لهذا المجلس، وبالتالي مسؤولياته فرضت حتى هذا التوجه في الاستراتيجية العامة للنظام المغربي. اليوم العاهل المغربي عندما يقوم بإصدار قرار بالعفو في حق صحفيين اعتبروا من طرف كثير من المنابر على أنهم اتخذوا مواقف ذات طبيعة سياسية، هذا يعطي دليلا آخر على أن المغرب يتجه فعلا نحو تطبيق ديمقراطي سليم، ابتدأ في فصل النظام القضائي عن الحكومي من خلال تأسيس المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للنيابة العامة كذلك، وكذلك من خلال مزيد من الاختصاص للمحاكم في قضايا المنازعات، وبالتالي هذا التطور الإيجابي أصبحت بصماته تظهر واضحة في مثل هكذا قرار يتجه إلى الإفراج عن هؤلاء الصحفيين بالأساس الذين يعتبرونهم نبض المجتمع وهم المعبر عن التوجه الديمقراطي الذي تسير فيه البلاد. شكرا جزيلا لضيفنا من الرباط أستاذ العلاقات الدولية دكتور تاج الدين الحسيني.